أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا في إحدى القرى العوام يضعون على قبر الميت شجر، ثم إذا دفن وبعد مضي زمن من دفنه من الشجر منه ما يكون قد مات ومنه ما يكون قد نما إلى أن يغطي بعض القبور، فقالوا هؤلاء هم أولياء الرحمن لأن الشجر قد نبت على قبورهم، فهل هذا صحيح وما توجيه فضيلتكم؟ هذا ما هو صحيح، هذا من الخرافات، هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وليس نبات الشجر على القبر دليل على أنه ولي. ينبت الشجر حتى على قبور الكفار، الشجر ينبت بالتربة، ما هو أنه دخل في الميت، ينبت بالتربة مع المطر، فهذا من الخرافات الباطلة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.